وفي العاصمة السورية دمشق، استهدفت المجموعات المسلحة الموجودة داخل مخيم اليرموك العوائل الفلسطينية التي حاولت دخول المخيم في ذكرى النكبة، وأكد اللاجئون الفلسطينيون تمسكهم بحق العودة. العوائل الفلسطينية في سوريا استيقظت مستذكرة النكبة التي مر عليها 65 عاما بعيدا عن منازلهم وموطنهم الثاني مخيم اليرموك. هذه العوائل التي هجرتها المجموعات المسلحة قررت في هذه الذكرى الدخول إلى المخيم، وكلها أمل بالاستقرار والعودة الآمنة، وهو ما لم يتحقق بعد أن قابل المسلحون بالرصاص جموع النساء والشيوخ والأطفال. يزداد مستوى القنص كلما حاولت العوائل الفلسطينية الدخول إلى مخيم اليرموك في ذكرى يوم النكبة. هذا المكان هو خط التماس بين وجود العوائل والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية وبين المجموعات المسلحة. تشاهدون الآن مستوى القنص وكثافة النيران التي تطلق من قبل المجموعات المسلحة ضد المدنيين وضد اللجان الشعبية الفلسطينية. هذه العوائل الفلسطينية التي قررت الدخول للمخيم جاء تصميمها على ذلك لإيمانها بأن المخيمات الفلسطينية هي محطات للانطلاق نحو فلسطين، مؤكدين على أن كل ما يشوه صورة هذه المخيمات هو جزء من الفعل الصهيوني. من هذه المخيمات سنعود إلى قلب فلسطين. هذه المخيمات هي محطة مؤقتة، لكن هؤلاء يريدون تدمير حتى هذه المحطات خدمة للمشروع الأمريكي الإسرائيلي. أما الذين يقفون مع هذه المجموعات العصابية، هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، نقول لهم كفوا أيديكم، ارفعوا أيديكم عن شعب فلسطين، كفوا عن سفك الدم الفلسطيني. مطالبات شعبية فلسطينية رافقت مسيرة العودة في ذكرى النكبة، قائمة على ضرورة خروج المجموعات المسلحة من مخيم اليرموك وعدم زج الفلسطينيين في الأزمة السورية. صلني أنا فلسطينية 66 سنة بهالبلد، إني بعشق أطراب سورية، والله ما عملت لنا شيء إلا كل خير. مشاهد الخوف التي غلبت على ملامح النساء والأطفال اليوم واستمرار تمركز المسلحين في بيوت المدنيين اعتبرها مراقبون جزءا من آلام فلسطينية في ذكرى نكبتهم. أبو طالب البحية، العالم، من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، دمشق.